اهلا بكم من جديد. اعلنت حركه شباب 6 ابريل القاء القبض على مصطفى ماهر عضو الحركه وشقيق مؤسسها احمد ماهر. واكدت الحركه على صفحتها بموقع فيسبوك انه تم اصطحاب ماهر لمكان غير معلوم، وعند الاستعلام عنه في القسم التابع له منزله انكر معرفته بالامر. ينضم الينا عبر الهاتف محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركه 6 ابريل والمتحدث باسم الحركه. محمد اهلا بك. مساء الخير يا تامر. اهلا وسهلا. خلينا يعني نبدا باخر حاجه، هل تم التوصل لمكان مصطفى ولا لسه؟ والله لغايه دلوقتي لسه المحامين كانوا راحوا للاقسام الخاصه بمنطقه التجمع الخامس الوطنيه والقسم اول والثالث وانكروا تواجد مصطفى للاسف، وكان احمد ماهر بيدور عليه بس للاسف دلوقتي عنده ميعاد المراقبه بتاعته فسلم نفسه المراقبه ومستنيين. طب هو ازاي تم القبض عليه؟ من بيته؟ من بيته قوه اقتحمت البيت وصدروا اللابتوب بتاعه والموبايلات بتاعتهم واخدوه. طب يمكن مصطفى ما كانش ليه نشاط سياسي يعني واضح في الفتره الاخيره يا محمد، هل كان في مؤشرات لده؟ هل حصل تواصل معاه مثلا من قبل امن قبل كده يعني فجاه كده، ولا كان في مقدمات للموضوع؟ لا اطلاقا، يعني هو يمكن حتى مش مصطفى بس، اغلب الناس كلها بقى لها فتره يعني بعيد عن المعترك السياسي اللي حاصل، اشتباكات صغيره بس من ايام تيران وصنافير وبعد كده انتخابات الرئاسه واخيرا التعديلات الدستوريه، حتى مصطفى ما كانش مهتم بيها. يعني كان والده مصطفى الله يرحمها كانت مريضه بالسرطان، فكان مركز اكتر معاها لغايه وفاتها، وكان مركز مع احمد لغايه لما خرج من السجن فقط لا غير. يعني يعني حتى كان تصرف غريب، يعني ان هم جايين على واحد بعيد خالص عن كل مواضيع حوالي اكثر من 3 سنين بسبب انشغاله بحياته الشخصيه ومرض والدته واعتقاد اخوه. طب هل اتكلموا يعني الاسره اتكلمت مع القوه مثلا، انتوا ايه السبب، ايه التهمه، رايحين على فين، يعني حصل تواصل ولا؟ لا ما فيش، هم بيخشوا هنروح على فين هنبقى نبلغه، وطبعا بعد ما بيتاخد الشخص المعتقل بيختفي بقى فتره لغايه لما يظهر قدام نيابه او اي حاجه، يعني نفس الروتين اللي بيحصل مع كل مره ومع كل اعتقال. يعني مش مجرد بس اعتقال الشخص ولكن بقى التنكيل باهله ان هم مش عارفين مكانه. والوضع يمكن عائله ماهر تحديدا صعب شويه، لان هو يعني اخوه تم اعتقاله وهو نفسه بيروح يسلم نفسه للمراقبة كل يوم. وما فيش غير والده، وهو راجل كبير يعني هو لوحده بعد وفاة والدته الله يرحمها. طيب هل في ملاحقات أخرى لأعضاء آخرين بالحركة ولا الموضوع توقف عند مصطفى؟ والله لغاية دلوقتي ما فيش غير مصطفى بس، احنا يعني اللي يعني نتمنى انه ما يحصلش، بس هم دايما بيشتغلوا في موجات كده يعني. فنتمنى انها ما تحصلش لان ما لهاش اي مبرر، واحنا في شهر رمضان يعني ما يعني شهر ليه حرمة، يعني المفروض المفترض ان هو شهر ليه حرمة. فيعني مش عارفين والله، احنا بيتعاملوا مع النشطاء السياسيين بطريقه عرفت تغييرات الكوره كده، بيطلعوا شويه ويدخلوا شويه مكانهم وما بتفهمش اللي اتاخد ده ليه، وبيخشوا على ذمه قواضي يعني هزليه ملهاش اي معنى. واللي احنا نفسنا نقوله ونوصله للاجهزه الامنيه، يا جماعه انتم مشكلتكم ما بقتش مع سياسيين، انتم مشكلتكم مع دلوقتي شعب بالكامل فقد الثقه فيكم. احنا كناس بتشتغل سياسه او كنا مهتمين بالعمل السياسي او غيره بقى لنا فتره كبيره سايبينكم خالص تعملوا تعملوه. فانا مش فاهم ايه الهدف من ده كله يعني. طيب انت متابع يا محمد لمصطفى، لانه معظم الحاجات الاخيره بيكون سببها بوستات على الفيسبوك، منشورات، كتابات، هل حصل حاجه قريب يعني خالص اطلاقا مصطفى؟ اطلاقا يعني مصطفى كان حتى للاسف بعد يعني وفاه والدته الله يرحمها كان حاول يسافر شويه يغير جو ويفوق بعد 3 سنين بعد فتره صعبه بتاعت المرض بتاعتها والكلام ده. ولسه راجع، كان مسافر مع زمايله ولسه راجع، لا بوستات سياسه ولا اي حاجه خالص ملوش علاقه بالموضوع. ما فيش اكتر من الكلام العادي اللي الشعب كله بيقوله يعني، ما فيش حاجه جديده يعني الاف من البشر بيقولوا نفس الكلام، ما فيش تعليق على حاجه معينه يعني. هو الراجل كان في اجازه بيحاول يغير جو عشان يبدا يرجع لشغله ويرجع يركز في حياته وخلاص على كده، فما فيش يعني. نتمنى ان شاء الله اجلاء مصيره في اقرب وقت ممكن. بشكرك شكرا جزيلا محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركه 6 ابريل والمتحدث باسم الحركه، شكرا.
عاصفة.